أجمل الصباحات عليكم مشاهدينا وين ما تكونون. صباح جديد ومليء بالحيوية ومليء النشاط. بالأشياء الجميلة والنشاط وكل الخير إن شاء الله موجود ويا ريج. صباح الخير مشاهدينا، نلتقيكم بحلقة جديدة وبداية أسبوع طيبة، وإن شاء الله كلنا متفائلين ونستبشر خير ببداية أول يوم من هذا الأسبوع، ونروح لأهم وآخر الأخبار. البداية من وزارة التجارة اللي أعلنت أنه ملف السلة الغذائية أهم أولويات الحكومة، وحظي بدعم كبير من قبل أعضاء مجلس النواب عبر تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مشيرة إلى أنه السلة الغذائية متوفرة بشكل منتظم حتى نهاية هذا العام. وأن قالت الوزارة أنه مع كل بداية شهر يتم تجهيز المواطن بالمواد، والعامل الأساس في تحقيق الأمن الغذائي هو توفير التخصيصات المالية المطلوبة، وهذا تحقق عبر قانون الدعم الطارئ. وإلى مصرف الرافدين، حيث قرر قبول كفالة منتسبي القوات الأمنية في التقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين وجميع أنواع السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الأخرى. أضاف أنه ترويج معاملات السلف والقروض عبر فروع المصرف في بغداد والمحافظات. وفي الملف الاقتصادي، حذر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من أزمات اقتصادية مرتقبة سيواجهها العراق في حال استمرار الأزمة السياسية في البلاد وتعطيل المؤسسات الدستورية. قال الحلبوسي أنه هناك 80 تريليون دينار عراقي، 50 مليار دولار فائض مالي من عائدات صادرات النفط للعام الحالي مجمدة ولا يمكن إنفاقها بسبب عدم إقرار موازنة العام 2022. وأضاف الحلبوسي أن قانون الإدارة المالية الذي سيستمر لإدارة الشؤون المالية في البلاد اضطرارا في حال عدم إقرار موازنة سنة 23 لن يسمح بأي إنفاق مالي إضافي، مما سيجعل البلاد أمام أزمات اقتصادية كبيرة. في آخر أخبارنا، أكدت وزارة التخطيط أنه عدد الأرقام الوظيفية الممنوحة لموظفي الدولة بلغ لحد 3 مليون وحوالي 300 ألف رقم وظيفي. وأضافت أن الرقم الوظيفي يشمل جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة، وأشارت إلى أن منصة الرقم الوظيفي لا تؤثر على رواتب الموظفين، حيث أن كل موظف سيستلم راتبه بشكل طبيعي. في وقت سابق أعلنت وزارة التخطيط أنها وصلت إلى المراحل النهائية لإنجاز مشروع منصة الرقم الوظيفي، ويعول على هذا المشروع في القضاء على حالات الرواتب المزدوجة ومعالجة الترهل والنقص الوظيفي. هذا كان آخر أخبارنا، خلينا نروح الآن إلى الطقس. طبعاً بعد ما شفنا وياكم النشرة الجوية، نروح نشوف حركة المرور في شوارع العاصمة بغداد.
بعد ما شفنا وياكم حركة المرور في شوارع العاصمة، ننتقل وياكم إلى فقرة العناية بالنباتات ونشوف نبأ الفارس زميلتنا اللي دائما تحضر لنا فقرات تختص بالعناية بالنباتات بكل أنواعها الداخلية أو الخارجية بفقرة بستان وورود. مرحبا مشاهدينا، اليوم راح نحكي عن نبات معروف وشائع بالبيوت العراقية وهو نبات الصبار. هذا النبات يعتبر من نباتات الزينة اللي يعيش داخل البيت أو خارجه. معظم هذه النباتات تعيش بالمناطق الصحراوية ويوصل إلى ارتفاعات جدا عالية، والطيور الصحراوية تتخذ ملجأ لها من المخاطر. أما صباريات الزينة اللي تعيش داخل البيت أو بالحدائق فيكون شكلها هي طبعاً تكون هذا الساق مالتها، وتكون هذه الأشواك هي الأوراق مال هذا النبات. طبعاً هذه الأشواك هي اللي تحمي النبات وتقلل أشعة الشمس عليه، وتحتوي على مادة شمعية على الساق. هاي المادة تساعدها انه في حال صارت امطار، في حال كان انه مي غزير عليها، تساعدها على التقليل الى دخول المي لها. معظم الصباريات تحتوي على ازهار مثل ما تشوفون هنا قدامكم. الجذور مال هذه النباتات تكون جذور خفيفة، فكلش تنتبه لها في حال ننقلها لغير سندانة او نغير التربة مالتها. العناية بهذا النبات عناية جدا خلينا نقول سهلة، لأن هو من النباتات اللي يتحمل العطش وجفاف التربة، خاصة أجواء العراق هي من الأجواء المفضلة عنده لأنه الشمس والجفاف، فكلش راح تناسبه هاي البيئة. بس أكو أشياء لازم ننتبه لها. أول شغلة هي السقي. هذا النبات ما يحب السقي الهواية وما يحب المي الهواية، لأنه الساق مالته هو يخزن به المياه باعتبار هو مخزن، ففي حال أنه سقيناه مي كلش هواية، الساق راح يبدي ينتفخ ويخزن مي هواية ويبدي يتعفن. فممكن نسقيه كل أسبوعين أو حسب البيئة اللي هو عايش بيها. يعني مثلا إذا داخل البيت، إذا البيت مو كلش حارة، فممكن احتمال كل شهر احنا نسقي، لأنه مثل ما قلت لكم هو يخزن المياه. أما التربة فهذا النبات يعيش بتربة جيدة التصريف مثل البتموس. بالنسبة للإضاءة هو يحتاج إلى إضاءة ساطعة، فممكن نخليه قريب يم الشباك، أو إذا خارج المنزل فممكن يكون بمناطق الظل. هاي تنتبهون عليها لأنه الصبار ما يتحمل شمس مباشرة، فنخليه بمنطقة الظل أفضل. أما التكاثر فهو يتكاثر عن طريق البذور أو عن طريق النموات. مثل ما تشوفون هنا هذا نمو جديد، فممكن نقطعه من النبات الأم ورأسا نغرسه بالتربة وراح يكون لنا نبات جديد. أكو شغلة عن هذا النبات، واللي هي هذا النبات معروف عنه أو معتقد عنه أنه هو نبات يجيب الطاقة السلبية، فدائما شي يقولون أنه خلوه خارج البيت مو داخل البيت. هذا المعتقد هو خرافة، ماكو هيجي شيء، بالعكس الصباريات هي من النباتات اللي تنقي الجو واللي تنطي طاقة كلش حلوة للبيت، فكلش أنصحكم أنه تربوها داخل البيت بس تكون قريبة من يم الشباك. ولهنا وصلنا لختام فقرتنا لهذا اليوم عن نبات الصبار.
خلونا نرجع للاستوديو. إذن مشاهدينا نروح فاصل ونرجع لكم. يعني أنا بعدني ما قاري الموضوع وقلبي بدأ يدق رغم صار لي يعني تقريبا 5 سنوات من خلصت السادس. خلال فترة انتظار نتائج الامتحانات لطلبة الإعدادية يواجه الطلبة تحدي كبير. طبعا هذا خاصة بعد ما يريدون يختارون، هاي مني نجحون، يريدون يختارون تخصصهم الجامعي، وعدد كبير من الطلبة يتعرض لضغوط الأهل، وبسبب قلة إدراكهم راح يختارون التخصص باحتمال الخطأ. خليكم معنا. وأن اختيار التخصص الجامعي هو قرار مصيري، وأكو عشرات الأسئلة اللي على الطالب فهمها ولازم يجاوب عليها قبل التقديم، وهذا اللي راح نعرفه بفقرتنا الحالية اليوم ويا ضيفتنا المهتمة بريادة الأعمال روان صلاح. صباح الخير روان. صباح النور أريد. صباح الخير روان. صباح النور بلال. طبعا احنا سوية سمعنا خبر انه ظهرت النتائج. أي. احنا مترقبين خلينا نشوف المعدلات هالسنة شلون راح تكون بالضبط. من الأوائل، من المحافظات اللي متصدرة بالنتائج، شكل القبولات. واحدة من الناس اللي إذا نحكي على تجربة شخصية، أنا ما كنت أعرف بالقبول، ما كنت أفهم، فمن سويت التقديم خطأت وانتقلت إلى جامعة بعيدة كلش عن التخصص اللي أنا أريده، في حين أنه أنا كان معدلي ممكن يقبل جامعة عالية. اليوم شلون الطالب يقدر يفهم آلية التقديم بحيث يقدر يعني يستفاد من الأولويات مال الجامعات الأقدمية وهذه الأمور تفاصيل؟ نعم أريج، قبل يجوز بوقتك وبوقتي بوقتكم يعني كان مو ذاك الوعي بهذا الموضوع، ما كان أكو الموقع الإلكتروني مال وزارة التعليم العالي اللي هسه موجود، بهواية شرح، بهواية أمور إحنا ما كنا نعرفها، أو الطالب حالياً بالسادس بمرحلة الإعدادية هو ما فاهمها. راح يحكي لك عن الكليات، عن التسلسل، عن الاختصاصات، كل اختصاص شنو يسوي، شنو شي خرجت، شي تقرين، شرح الدرسين. أي نعم. قبل ما كان أكو، لأن أنا مريت بهاي التجربة ويا بنتي العام. أي. كانت هي سادس، فمن سوينا مالتها القبول فكان كلش سهل، أسهل من وقتنا بذاك الزمان يعني. زي. اختارينا الكلية، رتبناها، عرفنا كل كلية وين مكانها، كل اختصاص شنو يدرس، كل اختصاص قد يحتاج معدل. صح. قبل ما كانت هاي، هسه حاليا كلش واضحة وكلش موجودة. بالإضافة إلى ذلك أنه الطالب هو بالمرحلة هذه لازم يعرف شنو يريد يدرس، مع أنه أشك أنه هو يعرف شنو يريد يدرس، لأنه تعرف بتغير تفكير الإنسان خاصة بهذا العمر يعني. كل يوم يقول حدرس فلان شيء، كل يوم يشوف أصدقاء راح يروحون فلان مكان يريد يروح وياهم، هم هذا موضوع يأثر عليهم، أنه صديق وين يريد يروح. زي. الأهل وضغوطاتهم كذلك يريدون يطلعوهم مثلهم نسخ من عندهم مرات. أي. مرات الأهل ما عندهم وعي ودراية كاملة إنه شنو التخصصات وشنو التقدير واللي تفيدهم واللي ما تفيدهم، يحكمون على مستقبلهم بطريقة. أكو مسألة، بما أنه ذكرتي إنه اختلاف وتطور، هسه اليوم إحنا باقين على البرستيج. الكلية تعتبر بالنسبة لأغلب العوائل هي صحيح. برستيج صحيح. ابنهم سواء كان مفيدة أو غير مفيدة. صحيح. ترهم له، يعرف لها، يقدر لها أو ما يقدر لها، خلاص أنا أهم شيء ابني قدام الناس أقولهم ابني بفلان جامعة. أي. صح. فإحنا اليوم مع التطور وظهرت اختصاصات جديدة أهم بهواية من الاختصاصات اللي سابقا كانت هي ترند يعني. صح صحيح. ماكو يعني يوم تثقيف لهذا الموضوع؟ تثقيف لهذا الموضوع بالمدارس لا اكيد ماكو، بس اكيد السوشيال ميديا لها يعني وقعها
حاليا. اكيد الشباب والبنات حاليا بالسادس وبعد السادس او قبل السادس راح يفوتون ودا يشوفون السوشيال ميديا شنو بيها، شنو الاختصاصات المطلوبه. صار اكو وعي اكثر من قبل، بس مو من خلال المدارس، مستحيل نهائيا. المدرسه اصلا يعني احنا بعد اللوك داون وهذا الكورونا وقعدنا بالبيت وهاي الفتره الطويله، صار اصلا الروحة للمدرسه صارت واجب يعني. صح. ما صارت الدراسه مثل قبل يعني، ما صاروا الطلاب انجيجد مثل قبل ويا المدرسه كلش متواصلين يوم بيومه. فعلا. بس السوشيال ميديا هي لها الطالب اللي مهتم انه يقرا ويعرف شنو الاختصاصات هي المطلوبة. هي بيد الطالب لو ولي الأمر؟ اثنينهم صراحة، اثنيناتهم. مرات الطالب ما يقدر يفرض على أهله يقولهم لا مو هذا الاختصاص مطلوب، لا أكو أهل متزمتين يردون مثلا الأب دكتور يريد ابنه يطلع دكتور، الأب مهندس يريد ابنه يطلع مهندس. هاي العقلية مرات توقعنا بمشاكل، يعني أنا أجبر ابني يصير دكتور هو ما عنده القابلية أنه يصير دكتور ولا القدرة مثلا. هو يعني مو شرط يطلع مثلي بذكائي بقدرتي على القراءة أنه يتجاوز هاي السنين مراحل الدراسية الصعبة يدرس هاي الصعوبة كلها. يكون تركيبة دماغه أو تركيبة شخصيته مو مثلي، فمو ما ممكن أنا أفرض عليه يكون دكتور أو مهندس. يعني مفروض كل أم وأب يعرفون قدرات أبنائهم، يراقبوهم من المتوسطة إلى من الابتدائية خلينا نقول إلى المتوسطة إلى الإعدادية، يعرفون قدراتهم. فعلاً. أنا اليوم أعرف قدرات بس ابني. بس أكو في نقطة إحنا ما نريد نسميها قدراتهم. يعني القدرات. قابليتهم. إيه لا يعني خلينا نقول الميول الفكري. للدراسة. لا لأن أنا شنو صراحة أجوز أعترض على قضية معينة. أوكي. أنا ما أريد أقول إنه مثلاً اختصاص معين أصعب من اختصاص أبداً. يعني يجوز أنت عليك اختصاص صعب علي سهل. بالضبط. هي هاي هي هاي اللي أقول لك عليها. عليك سهل إيه حتى لا نقول هو الاختصاص هو نفسه هو الصعب، لا أنا لأنه ما أستهوي هذا. لا مثلاً خليني أضرب لك مثال بلال. أنا ابني اليوم من المتوسطة للإعدادية هو مو زين بالرياضيات، يجيب 50 أدخله هندسة؟ شوفي هاي النقطة. هاي النقطة. صحيح أكو أكثر من منهجية لطريقة التفكير بالحياة، فأكو منهجية التفكير العلمي دائما وأكو والأدبي. منهجية التفكير الفلسفي بالضبط. اللي هي تروح للأمور خلينا نقول الأدبية والإنسانية وهذه بيها إبداع وبها أكيد والفن والأقسام هواية والفن حلو. أكو فتشغلة كلش إحنا لازم نتطرق لها بما إنه إحنا عندنا يعني شباب هسه مقبلين على اختيارهم لوظائف لاختصاصات راح تأمنهم الى وظائف بعد 5 سنوات او 4 سنوات. خلينا شوي نحكي على الفرص، هل احنا فعلا في مرحله نقدر نقول اكو تزاحم على الفرص؟ نعم اكيد اكيد. المشكله كذلك بمخرجات التعليم، مخرجات التعليم يعني السنين هاي اللي فاتت كلها المتخرجين اختصاصاتهم حاليا بسوق العمل قد لا تكون مطلوبه. فعندنا طلاب عاطلين عن العمل هوايه، محتاجين شغل حاليا. صح. وظائف ماكو، فهي كذلك لازم تتخلى بعين الاعتبار. عاده هاي هذا موضوع تدرسه وزاره التعليم ووزاره التخطيط لما يبلشون يسوون القبولات. فهذه أنا يجوز أختار التخصص اللي أريده، بس بعدين القبول يطلع لي غير شكل، لأن مخرجات التعليم السنين الفاتت تحكمني مثلاً. صح. هاي هم مشكلة يعني واحد لازم يخليها بعين الاعتبار، بس مع ذلك أخلي مثلاً أول 6 اختصاصات الأشياء اللي أحبها على مدى الأول ما ضبط، الثاني ما ضبط، يعني ثالث ورابع وكذا يعني. ممتاز. هنا أريد أعرف هسه اليوم خلينا نعطي نظرة بسيطة على الأشياء، على الاختصاصات اللي صارت هسه مهمة اللي كانت سابقا مو كلش ذات أهمية. نعم. تقدرين تعطينا كم اختصاص؟ يعني خلي أقول لك قطاع الصحة لا يزال مهم. اي لأنه بتعيين. نعم نعم بالضبط. ترى هو التعيين على هو المركزي هو لا اللي بس بهم حاجة. شنو؟ يعني حاجة حاجة. اي يعني اكو حاجة ضرورية الصحة. اي 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 فهو لهذا السبب. نحكي محليا شكل ودوليا شكل. محليا أنا أقول لك قطاع التعليم لا يزال أكو فرص من 20 سنة 30 سنة. إحنا ما نتوقع رح ننقل إلى التعليم الإلكتروني 100%. لا نزال نحتاج أساتذة ومدرسين ومعلمين. زين. لا نزال نحتاج مثل ما قلنا قطاع الطبي اللي هو بكل يعني كل تفاصيله بالضبط. هندسة الاتصالات، هندسة الروبوت،
قطاع البيئة وهاي الأشياء اللي هي مستقبلاً راح نبدين راح المفروض راح نبدين نهتم بها أكثر بالمستقبل. مثل شنو اختصاصات هاي الدراسة؟ اختصاصات البيئة والجغرافيا وهاي الأشياء يعني. زين إذا نقدر نعكس سؤال بلال ونقول شنو الاختصاصات اللي راح تندثر؟ هي ما راح تندثر وإنما راح تكون يعني كلش مقننة مو مثل قبل. يعني شوفي بال 2007 و8 و6 ويمكن أتذكر حتى 2003 كان اكو اهتمام كلش بعلوم الحاسبات أي. هندسه حاسبات علوم حاسبات صح. كان هذا يعني حلم كل الطلبه بذاك الوقت صح. يعني كانوا يهتمون به يمكن اكثر من الطب في فتره من الفترات. اليوم هذه اختصاصات شويه تراجعت للوراء؟ لا ما تراجعت للوراء، بس مثلا الكمبيوتر بدا هو ياخذ مكانات او اكو برامج يعني بعد ما يحتاج انه انا افوت جامعه وتخصص كامل. بالضبط، ممكن واحد صار مثلا مو 4 سنين يدرسها، ممكن واحد يدرسها باقل، ممكن واحد يتخصص تخصص ثاني وهاي تخصص تكون مثلا ماينر مو ميجر يعني مو صح. الاساسي يدعم التخصص الاساسي يدعم التخصص الاساسي. بس مع ذلك مثلا المبرمجين هذول يبقون لهم يعني مساحه بالفرص العمل. اكيد اكيد. نرجع للسؤال شوي، خلينا نحكي على خلينا نقول الاختصاصات اللي من خلال ملاحظتك انه راح تكون اقل بعد 5 سنوات قادمه. ما اعتقد يعني محليا. اي محليا طبعا محليا ما احنا باقين على احنا باقين باقين حاليا محليا ما اعتقد اكو فالتغيير كلش كبير بسوق العمل. بس شفنا شويه الاداره والاقتصاد شويه كانت كلش مهمله يعني الناس أي. اخر شيء حتى بال من يريد واحد يخليه بالتقديم اخر شيء يخلي اداره اقتصاد هسه شويه لا صح يعني اداره الاعمال لها مرغوبه كلش لها وقع حاليا لانه تعرف شنو هو يعني الرائج حاليا انه الشخص يفتح مشروعه ويكون اكو عنده قدره انه يدير مشروع. من يجيبها هذه من البزنس مانجمنت من اداره الاعمال. وهسه كثير من الناس هم مهندسين هم اطباء هم كافه الاختصاصات يدرسون الماجستير اللي هو الام بي اي هو اداره اعمال صحيح يضيفوها اي على مود يدعم اختصاصهم. بالضبط صحيح. لانه اكو هواي اعمال او تخصصات بس ما عندهم فقر ودرايه بالاداره وطريقه الاداره. زين خلينا نحكي على الذكاء هنا شلون لازم يكون ذكي بالاختيار حسب يعني احيانا معدله يجوز ما يوصل 100% للشيء اللي يريده بس بطريقه ما يقدر يوصل أي. مثل اللي يستخدمون مثلا ياخذ هو مثلا ما انقبل بهاي الكليه ياخذ ادنى وبعدين يطلع من العشر الاوائل ويتحول يعني بهاي الطرق نعم هو يقدر يسويها هيك شيء. بس هسه حاليا اكو الموازي أي. الموازي اللي هو يكون بنفس بالاختصاص اللي كان رايده وما طلع له يقدر يروح الموازي اللي هو يدفع فلوس بس بالحكومي. هاي ما عدا الاهليه، احنا ما نحكي على الاهليه، الاهليه بها رفاهيه الاختيار أي. الحكومي احنا ما نملك رفاهيه الاختيار صح. نعم تحكمنا القبولات المركزيه صحيح. بس نقدر نرجع على اختصاصنا اذا المعدل كان قريب بطريقه التعليم الموازي اللي هو يروح على اختصاص اللي كان حاب يريده وما طلع له ويدفع يعني اكو مبالغ ماليه تندفع للحكومه. اكو اصوات هوايه بالنسبه لل خلينا نقول اذا نحكي على فرص العمل، اكو اصوات هوايه يقول لك خلص يعني احنا صار عندنا مثلا فائض مثلا باطباء الاسنان وبالصيادله من وراء كليات الاهليه ومن وراء التعليم اللي هو صار بالنسبه للمعدلات صار هوايه بمرونه اكثر. بالنسبه للاهليه طبعا للتحجين أيه؟ يعني نشوف أيه؟ اجيال خريجين اطباء الاسنان ما عندهم لا سيابيه مع التعيين مركزي لهاي الاختصاصات أيه؟ الطبيه بس لا زالوا ينتظرون دورهم. وهذا السبب انه مخرجات التعليم كانت غلط لما صارت القبولات يعني. وبعد هسه اكو مشكله الان انه تستحدث تعرفين حال وكالات المطاعم أي. صارت وكالات الكليات الجامعات يجيبون جامعه معينه من برا صح يصير هذا الموضوع اكثر صح يزداد وهذا بالنتيجه راح يطلع لنا شباب اكثر باختصاصات محدده صحيح. وهي مشكله عندنا. هاي مشكله كلش كبيره لازم تشتغل عليها وزاره التخطيط ووزاره التعليم العالي يعني هذه لا بايدي ولا بايدك ولا بايد اي احد حتى يصير توازن حتى يصير توازن بين الخريجين وبين احتياج سوق العمل. ليش الكليات الادبيه ما عليها العين ما عدا العلوم السياسيه شويه ظهرت لها
شوي ارتفع قيمتها والقانون حاليا كذلك دا اشوفه هواية الباقي ماكو عليها اي لانه يعني مثلا اقسامها هي اقسام مو واضحه بس لما تروح المدارس والاعداديات والكليات الاساتذه والمدرسين والمعلمين تخرجوا من هاي الكليات مو حيويه الاقسام مو حيويه كلها مثلا الاجتماعيات الفلسفه علم المكتبات هاي الامور كلها موجوده حاليا لا تزال يدرسوها وينطوها بس انت ما تشوف موظف ما تشوف خريجيها غير بس بدوائر الدوله وبالمدارس وبالكليات بس اكو فد نقطه مهمه حتى هاي للاهل كل اختصاص اذا اشتغل عليه الشخص اي انسان اذا اشتغل عليه بشكل صح راح يوصل بيه نتيجه حلوه واحنا دا نشوف هسه اليوم اسماء مهمة بالعالم العراقية من اختصاصات يجوز احنا هنا اصلا ما حد يختارها ولا احد يريد يروح لها الا مضطر يعني الا اصلا الدولة هي تشمره بهذا المكان صح. في حين اكو ناس ظهروا بيها باسماء وصار اسماء لامعة يعني بالعالم صح شلون نقدر هنا نوضح هاي للاهل هي المشكلة أنه تثقيف الأهل كذلك يعني يراد له مجهود كبير ويراد له حملة توعية كبيرة قبل الساد قبل ما تطلع النتائج من تطلع النتائج لأنه الأهل دائما مثلا يا أما يعوفون ابنهم يغرق ببحر التقديم وما يعرف ايش قدم وين راح وش راح يطلع له يا أما يجبروه أنه يقدم على كليات معينة ماكو موضوع انه نقعد ونسولف ونتناقش ونشوف شنو الكليات اللي تقدر تدخلها واللي مثل ما قلنا قبل شوي قابليتك عليها يعني وما اقول شغف كذلك احنا لا نملك رفاهيه انه نختار شيء بشغفنا لانه احنا عايشين في بلد او في عالم لا ما نعرف باكر شيء يصير بس نقول لا مثلا نقعد ونحاول نشوف شنو الموجود حاليا ليش ما اقرا شنو التخصصات يعني افوت على مقالات اللي تقول شنو التخصصات اللي مطلوبه بالعالم حاليا او على الاقل محليا اشوف شنو سوق العمل محتاج واقعد ويا ابنائي ويا ابني اللي يريد يقدم او ويا بنتي ونختار الكليه الصحيحه صحيح يعني انا اقول هذا الموضوع صعب بس ان شاء الله الشباب من يشوفونه يقعدون ويا اهلهم ويسوون الاستماره مال التقديم زين يقدرون يقنعوهم ويقتنعون هم بالاختصاص الصح اتمنى يعني حلو صحيح طبعا احنا على سيره المهن والتخصصات عندنا تقرير عن مهنه الطيران اللي هي وحده من المهن اللي تحلم بها فئه كلش كبيره من المجتمع عندنا اليوم تقرير ويا زميلنا علي نادر عن كابتن ياسر خلينا نشوفه سويا من أنا صغير كنت أحلم أصير طيار وأصريت وتعبت على روحي الحمد لله والشكر ووصلت لهاي المرحلة وحققت حلمي كابتن ياسر حلمي خريج أكاديمية أوكسفورد للطيران البريطانية دخلت للخطوط الجوية العراقية سنة 2012 ولا زلت أعمل رتبة قائد طائرة الآن على طراز بوينغ 737 عالم الطيران عالم يتميز خصوصا يعني عمل الطيار هو عمل يمتاز بانه عمل غير روتيني مثل باقي المهن فقد يكون انه شغف بداخل الانسان انه يدخل هاي المهنه بس بيها جانبين جانب ايجابي وبيها اكيد جانب سلبي انه الطيار يكون ملتزم دائما بعمله ما عنده اي عطل ما عنده اي مناسبات تكون علاقته خصوصا شوي عنده مشاكل عائليه لانه يكون ما متواجد بالبيت كل الناس تتوقع انه الطيار انه يسافر بين دوله ودوله ومتونس وهاي وتجي هي بالواقع الحال لا هو راح يبقى بالطياره ممكن راح يؤدي الواجب عليه ويرجع لاهله بنفس اليوم فتكون النظرة مختلفة عليه يقدر أي واحد يدرس طيران
بس لازم يكون يعني صحته انه يتحمل الضغط، يتحمل النظر مالته يكون جيد، واكثر من تفاصيل يعني ما خاضع العمليات كبرى خلينا نقول. يعني هاي شغلات موجوده صراحه بالفحص الطبي. اول طياره طرتها هي من نوع الايرباص 320 و 321، لا زالت تعمل هنا مع الشركه الخطوجه العراقيه. كان طبعا شعور اكيد انا كنت في حاله انه هل انا فرحان مرتبك، بس بنفس الوقت هو بدا العمل من نوع الحقيقي. طاقم الطائره بالعموم يتقسم الى قائد الطائره، مساعد ربان الطائرة، مهندس، وطاقم تطيف. كل واحد له اختصاصه بعمله. بالنسبة إلى مهنة المساعد الطيار، كل إنسان يدخل في قلنا الطيار بعد جديد في الشركة راح يدخل برتبة مساعد طيار. مساعد الطيار والطيار الفعلي هو نفسهم اثنيناتهم يؤدون نفس الواجب، بس يتميز قائد الطائرة بتحمل كافة المسؤولية والقرار الصائب في حالة أنه حدث أي شيء طارئ لا سامح الله. يعني تبدي السفرة مالتي أول ما أطلع من البيت متوجه إلى المطار. بعد دخول المطار لازم تقريبا ساعة ونص قبل الرحلة أتوجه إلى قسم الفلايت أوبريشن اللي هي الأوبس. احنا هناك نستلم الانفلوب مال الطياره، كل اوراق الرحله، كل المعلومات والتصاريح، ويعطونا معلومات عن الطياره هنا التوجه الى الجيت الفلاني ولا البوابه الفلانيه. طبعا من مسؤوليتي كقائد طائره ومساعد الربان وياي الطيار يكون انه نشيك هاي الاوراق بحذافيرها ونقدر نشيكها ونشيك الاجواء اللي المطار رايح له، ونطلب من خلالها الكميات المحدده للفيول والبنزين وهالترتيبات. اجتمع بطاقم الطائره، نكون واحد يعني جروب واحد، ونتوجه الى البوابه اللي هي الطياره تنتظرنا. طبعا بعد المرور بالجوازات والتفتيش هذا الشيء المعتادين عليه اللي نعمله كل يوم. احد موظفي خطوط الجو العراقيه شعبه العمليات الجويه، يتركز عملنا تحضير اوراق الرحله اللي هو يتضمن فلايت بلان، نشره جويه، الشارتات، جميع الامور اللي تتعلق بالطائره، وبنفس الوقت عمل بريفنج للطاقم اللي ينفذ الرحله. بالنسبه للكابتن ياسر من الطيارين الكفؤين والجيدين، ونتمنى له كل الموفقيه. عن من اجمل الاختصاصات بالعالم هو الطيران، صح؟ يعني هو حياته بس بالجو. مو الكل يحبه، مو الكل يحبه طبعا، يعني اكو هواي ناس اي، بس بنفس الوقت هو يعني وقته يكون مو له الطيار، خلي يكون وقته للجو، لا يختلف يعني الانسان لما يفكر عدم استقرار. اي عدم استقرار، يعني هو مو صح، هي شكل الوظيفه صحيح. وشكل البرستيج بيها بس ايمج حلو، حاله اجتماعيه، الانسان هم يحب يستقر، يشوف عائلته، يحب له وقت خاص بي، يعني هذا هم طبعا بالحديث قبل الجو كنا نحكي وقلتي جمله كلش مهمه وهي صحيحه، انا دائما افكر بيها، باي خطوه واحد يخطيها بالحياه يقول وبعدين راح استفاد من هذه الخطوه. نفس الشيء بموضوع القبولات، اليوم مثلا الطالب بيدخل الكليه الفلانيه سواء كانت اهليه، تعليم موازي، يعني اي شيء، هو حتى لو كان يعني كانت الجامعة يعني حكومية وبدون فلوس، بس هو بالنهاية هو هم أنا ممكن أهدر وقتي أو ممكن أستثمره إلى ما بعد التخرج، فشلون هاي شوية جزئية تكون واضحة للطلاب؟ لما هو راح يكون داخل الاختصاص، استثمار الاختصاص، نعم، لما يكون داخل الكلية اللي يحبها وعلى قد قدراته راح ينجح بيها، مو أضيع 4 سنين ويجوز أني سنة أعيدها ب2 إذا كنت أني مقادر على هاي الكلية، ليش نكون واقعيين؟ صح يعني صح، أكو ناس تعيد السنة ب2 ب3 فتصير 4 5 سنين، حتى من يتخرج يتخرج بمعدل تعبان، يعني هيك يا دوب بس يريد يتخرج اسمه متخرج من هاي الجامعة،
هي هاي المشكله. من يمارس هم مو لانه هو بالاربع سنين ما كان بدا يقرا صاحب بحب وباكر عقبه راح يطلع اللي درسه يطبقه صح. لا فهاي المشكله ايضا من بدايه بالاختيار يعني. وقلنا سبق وان قلنا انه العقل الشاب والشابه بهذا العمر متغير، لذلك يعني راي الاهل ووجود الاهل بالاختيار مهم جدا. خلينا ناخذك انت نموذج، شنو انت قبولك كان؟ اداره اعمال جامعه بغداد. وشنو اللي صار؟ انت اول شيء انت اختاريتي هذا؟ اي اي اختاريتي. احكينا عن نموذج انت كمثال. احنا بذاك الوقت يختلف ال هذه القبولات والهذه. فطلع القبول هيجي انت رايده؟ اي اي كان حلو، كان حلو القسم. وهسه هذا القسم لو ما يعني او لو ما اني درست اداره الاعمال بهذيك السنين، خلينا نقول اني كان هسه ما عندي هاي الخبره بانه ادير العمل وادير شغلي الخاص. استثمرتي يعني بشكل صح 100%، رغم ماكو وظيفه حكوميه. خلينا نقول لا، اني ما اشتغلت بوظيفه حكوميه ولا طموحي ولا في يوم من الايام راح، لان اعرف كل زين ما راح اتطور، راح اروح اشطب ايام وارجع. زين شلون ساعدتي بنتك بالقبول؟ اي ساره كانت ما تعرف شلون طريقه الترتيب الهاي، بس بعدين هي سالت وراحت وجت علي وقالت لي هيك نسوي ويجن بهذا الويب سايت وندخل، وقعدنا سويه حتى بوقتها اخذنا صوره ورا ما كملنا التقديم قلنا سوينا انجاز عظيم صحيح حياه ساره، لان هذا كانت مرحله فاصله يعني. صح. اختار حطت الاقسام اللي هي تحبها بالبدايه واللي تحبها واللي أنا أعرف إنه هي قادرة إنه تفوت بهاي الأقسام. طبعًا هي علمي. يعني هم تدخلتي؟ لا. والله ما تدخلت، لأن هي من كانت تريد تروح أحيائي وتطبيقي. أنا كنت تريد أحيائي، هي رادت تطبيقي راحت تطبيقي وأنا سكتت. زين. وبعدين بالسادس القسم اللي رادته حطينا أول واحد. اللي هو ميجاترونيك روبوتكس جامعة تكنولوجية. حلو هذا. أي. وحكومي طبعًا لأن إحنا متفقين ماكو أهلية. زين. وطلع لها الحمد لله اول واحد خليته طلع لها. يلا يعني ننتظر روبوت من بتج ان شاء الله قريبا. طبعا احنا كلش كان اللقاء كلش مثمر ومفيد، خاصه بفتره كلش مهمه للطلبه بالضبط. اليوم احنا راح نستقبل جيل راح يدخل الجامعات، ننتظرون النتائج. احنا عايشين هسه حاليا الحماس مالت الاهالي خلق. والخوف والقلق وايام التعب والسهر، اليوم راح تظهر النتائج. طبعا اني قلبي ويا الاهل مو قلبي ويا الطلاب. شكرا لك روان. شكرا لكم. شكرا روان. شكرا لكم دائما. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع نكمل ياكم ما تبقى من البرنامج. اهلا بكم من جديد. 9 حالات طلاق تصير كل ساعه، اي ما يقارب 211 حاله طلاق يوميا، هذا كله بحسب اخر احصائيه لمجلس القضاء الاعلى العراقي في حزيران الماضي، حيث وصلت حالات الطلاق الى 6330 حاله، وتتصدر بغداد قائمه المحافظات العراقيه الاعلى تسجيلا لحالات الطلاق، وتليها البصره ونينوى ثم الانبار ودياله. ابقوا ويانا الموضوع الجاي اللي راح يناقش ما يحدث بآخر أشهر عن الطلاق. تستمر آفة الطلاق بالتصاعد وباتت تشكل ناقوس خطر يهدد الاستقرار المجتمعي ويعرض مستقبل آلاف الأسر العراقية للضياع والتشتت حسب الخبراء الاجتماعيين والناشطين الحقوقيين. حتى نكون أقرب إلى الأسباب والحالات الغريبة الموجودة بالمحاكم العراقية، رحب بضيفنا المحامي عبد العزيز الجبوري. أهلا وسهلا بك. صباح الخير. أهلا وسهلا عبد العزيز. بس احنا ما نريد نحكم أنه حالات الطلاق سلبية أو إيجابية، هي بالنتيجة حالات طلاق يعني جزء يعني هو مشروع و تفركش أبغض الحلال. أي يجوز الطلاق قبل الأطفال أوكي ما بيذاك الضرر بقدر ما موجود بعد الأطفال. تأكيد بداية أنه حالات الطلاق ازدادت بالآونة الأخيرة بسبب ارتفاع حالات خلينا نقول أنه
عدم القدرة على الرجل بالمسؤولية أمام الأسرة، يعني هو غير مؤهل لتكوين أسرة، يعني زواج القاصرات اللي هو زواج صغار السن. نعم. القاصرين والقاصرات. القاصرين والقاصرات. أيه؟ الزواج خارج المحكمة اللي هو هذا، اللي هو هذا آفة الطلاق. يعني أساس الطلاق، أساس ازدياد حالة الطلاق. يجب على القانون أن يعدل وأن تكون هناك عقوبات رادعة لمن يعقد خارج المحكمة ومن يعقد له. يعني خلينا نقول رجال الدين اللي دي يعقدون خارج المحكمة دون تقديم النصائح، إضافة إلى الرجل والامرأة، أو خلينا نقول على سبيل الافتراض صغار السن، إحنا نجيبهم البنت والولد اللي يعقدون خارج المحكمة، لأنه القانون أساساً هو قديم ورسم قال أنه الغير كامل أهلية بإمكان الاستئذان من القاضي بعد الاطلاع على الحالة البدنية الخاصة به وموافقة الولي الشرعي أن يأذن لهم بالزواج، يعني بعد موافقة المحكمة. جائز المحكمة ما توافق، إضافة إلى سوء استخدام الانترنت السوشيال ميديا، انتشار خلينا نقول الثقافة، شلون تقيمين دعوة على زوجك للتفريق أو طلقي من عنده أو روحي البيت أهلك، أو الخيانة، خيانة الزوجية من قبل الرجل والإمرأة، مو فقط مو على سبيل الافتراض. هسه تقول الطلاق بسبب الزواج؟ أكيد، يعني هذا الطلاق هو سبب الزواج الخاطئ خارج المحكمة. وإضافة إليها والقانون الحالي ما اقتصر أو ما قصر بموضوع العقوبة، عاقب بموجب المادة 10 الفقرة 5 من عنده من قانون الأحوال الشخصية بالحبس للشخص أو الرجل اللي يعقد خارج المحكمة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وإذا كان زواج آخر مع قيام الزوجية فتوصل ل3 سنوات. يعني عندنا هنا هسه خلي شوي نحكي على هاي الجزئية اللي هي الزواج الثاني مع قيام الزوجية. يعني زواج الزوج من ثانية أو ثالثة مع قيام الزوجية اللي هو الدخول، تمام؟ يعني شنو؟ اشرحنا إياه أكثر. يعني أنت رجل وامرأة، هذا الرجل متزوج، زين، هاي الزوجة خلينا نقول الثانية، تمام؟ على مود يعوف الشروط اللي خلتها المحكمة، أنا داعش بالعامية لسهولته على المتلقي. هو طبعاً لازم يعوف الشروط اللي بالمحكمة اللي اشترطت عليها موافقة الزوجة الأولى وتبليغها، أن يكون قادر على رعاية الزوجتين وأن يكون عادل، هاي بتقدير من المحكمة. هو يعوف هاي الشروط ويأخذ الزوجة بقناعة أهل الزوجة بشيء ما معين، قد هسه بالآونة الأخيرة أنه أهل يتقدم لهم شخص مجرد أنه غني، ما يتعمقون بوعيه، تفكيره، شهادته، كيف التفكير، مستقبل بيتهم، بهدفه هو متزوج من زوجة أولى، ما فكروا بالزوجة الأولى بداية، ما فكروا بيتهم كزوجة ثانية، راح عقد عليها خارج المحكمة بكل سهولة أمام رجل الدين وصار زفاف ودخلوا الدخول، تمام؟ بعدها من يصدق الزواج في المحكمة هنا راح يتحمل عقوبة ضعف العقوبة اللي كانت لو كانت زوجة هاي زوجة أولى، لأن المحكمة حتباشر بإجراءاتها بمفاتحة الأحوال المدنية لجلب صورة قيد الزوج اللي هو المدعي لتصديق الزواج، راح يلقوه بصورة القيد هو متزوج من سين، تمام؟ بالتالي هنا راح تحيله محكمة الأحوال الشخصية إلى محكمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعدها يصدقون الزواج لأنه هذا يتعلق بالحلة والحرمة ولابد من تصديقه. ولا راح يقدر يروح يقول أنا معاقد، ما عنده أطفال، ويقدر يقول أنا معاقد ويعقد بالمحكمة، راح تجبر المحكمة على تبليغ الزوجة الأولى ويجيب ما يثبت إيراداته لتحمل عبء الزوجة الثانية. أسا هذا حولنا الغير موضوع. لا مو تحويل، هو هذا شرطين. صح بس إحنا اليوم إحنا على الطلاق. لا بس هو لا مو حولنا غير موضوع، هذا سبب من أسباب الطلاق. هذا سبب من أسباب ازدياد حالات الطلاق. يعني بس تكتشف الموضوع. يعني هواية يتزوجون ثانية؟ دي يتزوجون ثانية إضافة إلى الزواج خارج المحكمة، وهذا من ضمنه أنه الزواج خارج المحكمة. يعني أنت ازدياد حالات الطلاق من ضمنه أنه أساسه أحد فقراته الأساسية هو الزواج خارج المحكمة. زين. إضافة إلى بعيداً عن الزواج من زوجة ثانية، هو زواج القاصرات. القاصر لازم، أنا قبل شوية ذكرت أنه بحضور وليها الشرعي، إضافة إليه هو أبوها أو عمها وإلى آخره اللي هو خلينا نقول بالعامية المحرم.
تمام قانونا المحكمة حتشوفها غير مؤهلة لهذا الموضوع جائز ترفض. نعم. راح يروحون أيضا يتوجهون إلى خارج المحكمة أمام رجل الدين يزوجوها. بالآخر هذه غير كاملة الأهلية، إحنا غير كامل الأهلية يعني مو مجرد أنه عدم اكتمال العقل، عدم اكتمال العقل بالتصرفات بالتفكير، سهولة أنه قد تكون أنه سيئة استخدام مثلا الانترنت بسهولة، مثلا أحد الشباب يتلاعب عقلها. بالمقابل أيضا الزوج ذاك اليوم أنا أمامي حالة طلاق من زوجين، الزوجة مواليد 2006 والزوج مواليد 2001. يعني إذا ترجع للأصل أنه بعدهم شنو هذول شو وقت الزوجة تمام شو وقت الزوجة ودي يطلقون وعدهم ثلاثة أطفال شو وقت الزوجة ثلاثة أطفال. أنا هاي مو دعوتي لأن ما داخل بالتواريخ، لكن بس من دا أشوف قدامي ثلاثة أطفال عندهم شو وقت الزوجة ودولة شنو المشكلة. عبد العزيز اليوم إحنا قدام شهر 6 اللي هو قبل شهرين أو أقل 6330 حالة طلاق من خلال أنت متابعتك ووجودك بالمحاكم، خاصة إذا نحكي على بغداد كونا أنه هي المتصدرة بحالات الطلاق وراها البصرة ونينوى والأنبار وديالة. خلينا نحكي شوية تحديدا في بغداد. السبب الرئيسي لحالات الطلاق الزواج القاصرين الأغلب هو تظاهر الطلاق. الأغلب هو زواج القاصرين والزواج خارج المحكمة بعيداً يعني هسه الطلاق اللي دي يصير شباب صغار اكيد الأكثر. الاغلب الاكثر يعني زوجين هم قاصرين والزوجه مده زواجهم كليتها 23 يوم او 21 يوم زين تمام مجرد بعد الدخول جابها وداها لبيت اهلها قال انا ما اقدر استمر وهو ما يعرف انه حتى تلجم اللي يرتبها بالمحكمه على يعني بشكل مثلا خلينا نقول لائق لانه عمره صغير هذا زين. اذا هو يعني ما عنده سبب ما عنده سبب شنو السبب اكو اسباب تافهه على طهي طعام مثلا دقيت عليهم ما جاوبت اكو اسباب جدا تافهه استاذ بلال اذا نرجع للاصل هم لك هذا معناه هسه هذا تخلينا بزاويه ثانيه نعم اللي هي سهوله الطلاق نعم ببرا خارج الدول المتقدمه الطلاق مو سهل على الرجل ولهذا أنا يتحمل أعباء كلش كبيرة بعد ما يطلق صح؟ ولهذا ذكرت قبل شوية أنه يجب تعديل القانون بما يواكب المجتمع الحديث أي يواكب التكنولوجيا مو بس المجتمع يعني مقارنة أو مقارنة بالقوانين الأخرى للبلدان الأخرى بالطلاق الزوجة تشارك الزوج بنصف ما يملك أصبح حسة الزوج والزوجة يكيدون الشخص يعني خلينا نقول الزوجه تكيد الرجل انه انا بس مجرد الزعل ما اشوف الاطفال هسه منو وقع هنا كضحيه الاطفال هو شو يسوي بالمقابل ما انفق عليهم اذا نرجع للاصل عاده الزوج يقول لك انا الزوج الثاني والثالث اتباعا للشرع والقران أي. بعيدا عن القانون زين انت ليش ما تتبع الشرع والقران من تعطيهم حقوقهم صح اكو ايات تقول وسرحوهن باحسان يعني انطيهم حقهم وطلقهم زين هسه قام يتهرب على مود لا يرمي الطلاق يجبرها نرجع على للقانون نرجع للقانون خلي بس اوضح ايه؟ الفقره هي بموجب القانون زين. يجبرها على التنازل عن كافه حقوقها مقابل المخالعه عندنا المخالعه بغير مفهوم بالقانون العراقي اي غير القانون المصري مو لمجرد اسباب معينه هنا هنا المخالعه موافقة الزوج على الطلاق مقابل بذل الزوجة عن كل أو جزء من حقوقها صح. يعني إذا تشتري حريتها إذا تشتري طلاقها تتنازل عن كل حقوقها مؤخر أحسن شيء وما بعد هذا يقوم هو يكيد بيها بالنفقة يأخر على النفقة هي ما لها نفقة بعد الطلاق لكن عندها أطفال يحتاج لهم رعاية يحتاج لهم شو يسوي هو يضغط عليها بالمشاهدة والاصطحاب وأكو آباء بمجرد حصوله على قرار مشاهده واصطحاب اخذ الاطفال وانهزم، احنا ما نقول خطف لانه الاب ما يقع عليه جريمه الخطف، لكن غصب المحظون حرمان الزوجه حرمانها من من المحظون ودعاوى تحقيقيه والى اخره من ذن الابواب. زين
الطلاق قبل ما نناقش أسبابه خلينا نناقش الزواج إيش قد لازم يكون كبروتوكول بالمحاكم العراقية بيفد صعوبة بحيث يحد من ظاهرة الطلاق يعني بيفد عمليات إجرائية يعني إيش قد واصل القانون لوعي ولي خلينا نقول تحديث يكون عليه بالفترة الأخيرة بآخر 10 سنوات أو آخر 20 سنة اليوم الزواج اختلف بس الناس ما عادوا بسيطين مثل قبل ملولين الحياة معقدة بها هواية يعني مؤثرات خارجية على العملية الزوجية نعم عقد الزواج ما به شروط معينة فقط هو بلوغ سن الرشد تمام واختيار المذهب اللي هو المذهب يعني عندنا احنا بالعراق المذهب الحنفي والجعفري لغاية لذكر المطالبة بالمهر وهذا راح أجي له أيضا على مود الوعي القانوني يعني شون المذاهب تختلف بالمطالبة بالمهر هسه أجيها يعني بنفس الفقرة انه فقط الزوجين بالغين سن الرشد يقدمون بواسطه هسه حديثا انا دا احكي بل يقدمون بواسطه الويب سايت مال رئاسه مجلس القضاء الاعلى تمام ويرفقون كافه مستمسكاتهم قبلها يحللون دم والنتيجه يرفعوها للمجلس ويتعهدون انه صحه المستندات اللي مقدميها زين اغلب هسه المواطنين عندهم بطاقات وطنيه موحده من خلالها يعرفون انه هاي هذول الزوجين متزوجين سابقا او متزوجين حاليا او لا فقط القانون أنا هسه خلني على سبيل الافتراض كقاضي تمام ما أقدر أتجاوز النص ما أقدر أجتهد بالنص عندي قانون هذا راسم به شروط عقود الزواج ما أقدر أنا يعني أزيد على هاي الشروط مخالفة للقانون بالتالي الشروط هاي راح تعتبر باطلة جبناها على موضوع المذاهب مثل ما جنابك تفضلت أنه ذكر المذاهب في العقد زين المذهب الحنفي يذكر أنه المطالبة حين يكون المطالبة بالمهر عند أقرب الأجلين الأجلين هي شنو؟ الوفاة والطلاق زين شرط يعني ما تقدر تطالب الزوجة بالمهر المؤجل وليس المعجل اللي هو احنا نسميه المقدم والمؤخر يعني المؤخر أها المؤخر إلا بعد الطلاق والوفاة اللي هذني الأجلين أما المذهب الجعفري حين المطالبة والميسرة يعني تقدر هي تطالب بالمهر المؤجل وهي على ذمة الزوج مباشرة تقدر تطالب به زين هذا الشيء حقق هذا الاختلاف عادة دي يحقق هنا بالمذهب الجعفري ضغطوا على الزوج بشكل ما انه لأدنى المشاكل خلينا نقول لأدنى السلبيات باستطاعة الزوجة تنفيذ المهر تروح تشتكي وتاخذ المهر مباشرة تنفذه بموجب عقد الزواج زين هسه احنا بعدني يعني اروح لقضيه مهمه اللي هي سهوله الطلاق نعم احنا عندنا اقوى شيء من يريد ينطي نفقه يعني هاي أسوأ الحالات بالنسبه للرجل باعتبار ايش قد يريد ينطي 200 300 الف بالشهر مو حسب ايرادات الزوج بعد ما تثبت يعني المحكمه اقوى شيء 500 كمعدل ألف. نعم من ال 150 وانت صاعد ل 350 400 مو ما يعبر ال 400 الف يعني هذا لا ما يعبر حسب طبعاً إرادة هذا ما راح يقول أني أوكي سهل أنا راح أطلق وأعطي 400 ألف يعني مو فد مشكلة عندي صح لا مهنا لا لو أكو لو أكو أشياء ثانية على الرجل القانون لزم بشيء معين مو أنا أرجع وأقول لك القانون قديم لكن لزم الزوج عندما يقوم بالطلاق زوجته طلاقا تعسفيا دون أي سبب مباشرة تقدر الطالبة بجميع حقوقها من ضمنها التعويض عن ما أصابها من ضرر احنا نسميه التعويض عن الطلاق التعسفي مثل يحسب لها سنتين نفقتها بدفعة واحدة يعني على سبيل الافتراض انه الضرر اللي أصابها خلينا نقول دون اي مشكلة مجرد انه الزوج اجا ورمى عليها يمين الطلاق زين مباشرة هي تقدر تقيم بعد ما يصدقون الطلاق اي تقيم دعوة تعويض عن الطلاق التعسفي ما أصابها من هذا الضرر هم مو قوي على سبيل الافتراض أنه نفقتها 200 بالشهر أي تضرب 200 في 24 حتصير شوية ثقيلة أبداً ولا ثقيلة ولا شيء ممكن هسه يعني هذه المطلقة الإنسان اللي هي راح تنفصل من راح ترجع لأهلها ما راح ترجع مثل ما كانت أكيد هنا بحاجة إلى بيت بحاجة إلى سكن أكو شيء لزم الزوج هنا أنا في حال هو طلقها وهم كانوا ساكنين بوحدة سكنية منفصلة تمام؟ أي. يدين الزوج بثلاثة سنوات حق السكنة إذا كانوا يعني إيجار لها أو إذا كان إيجار يدفع الإيجار ثلاث سنوات إذا كان ملك
تقعد بملكه هي 3 سنوات. وبعدين ورا 3 سنوات تطلع. هو انطاها 3 سنوات هذا المشرع. هو ايش دا اقول لك يعني؟ هو بالاخير بالاخير ايه؟ لازم انت تسعى الى تعديل القانون. بمجرد ذاك اليوم انه مجرد على الماده 57 ما نريد نطلع كلش عن الموضوع، بس ال 57 تخص الحضانه، رادوا انه يعدلون بيها بمجلس النواب تصويت على شيء معين بيها، لكن هذا التعديل مو منتج. هي الواضحه الماده اللي هي عاقله امينه قادره على رعايه المحظون، وهي من ضمن الشغلات اللي صارت بالطلاق او سهوله الطلاق، اضافه الى ازدياد حالات الطلاق اللي هو المحظون. هو ما يخليها انه مثلا بحريتها، مجرد انه خلينا نقول طقت صوره بمطعم معين، راح شهر بيها امام المحكمه، قام دعوه هي مو امينه على المحظون، هي تطلع ويا صديقاتها وعايفه الاطفال. زين بالاخير هي الامانه مو هيك شيء، عاقله قادره على رعايه المحظون، يعني هي دا تحميهم جائز، انت ما تعرف اذا تقدم لهم. هي بنفس الوقت ما تخليه يشوفهم، لو تاخذهم مسافر. انا عندي حاله انه اخذت جهالها بمجرد انه بصيغه ما لعبت على الزوج، قالت لي اريد وكاله دا اسفرهم الى تركيا، من تركيا راحوا تهريب الى المانيا وهو ما يعرف عنهم شيء وده يدفع نفقتهم. بالمناسبه هذا مو ظلم على الزوج؟ بالاخير ظلم على الزوج، مو تمام؟ طبعا صحيح. يعني اذا القانون ما اجحف بحق الزوجه فقط، اجحف بحق الزوج ايضا، اكو مواد مجحفه بحق الزوج. بالاخر ذول الطرفين المتداعيان هم واحد مجحف بحق الاخر بمجرد ادنى مشكله. المشكله هي مو يم الزوج ولا الزوجه، المشكله بالاطفال صراحه. مشكله بالاطفال ومشكله بالوعي القانوني. اي كيفية التصرف السليم. يعني عادة احنا بالعامية نقول نهايات اخلاق، احنا ما عندنا هاي النهايات. صحيح. طبعا عبد العزيز وجودك كان كلش مهم، خاصة يعني اليوم عدد حالات الطلاق صار حديث الساعة. فيعني احنا اكيد ابغض الحلال هو الطلاق عند رب العالمين، وما نتمنى انه خلينا نقول شراكة زوجية تنتهي بهالطريقة، لكن ايضا هو جانب كلش مهم وجودك انه يوعي اللي مقبلين على هيجي نهايات. شكرا لك، نتمنى لك يوم طيب. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا بعد هذه المعلومات نروح فاصل ونرجع لكم. أهلا بكم من جديد. لا تقتصر الفنون على الرسم أو النحت أو حتى العزف أو الغناء، فأكو الكثير من النشاطات اللي ممارستها تعد فن ويعود بالفائدة على البلد وتاريخه. ولأنه العراق زاخر بالتاريخ والتراث والكثير من الأماكن الأثرية اللي سكنتها مختلف الحضارات على مر العصور، اهتم عدد من أبنائه بهذا التاريخ المهم، واللي من واجبنا انه على الاقل نظهر شيء بسيط من عنده. كرار الرازقي واحد من الشباب اللي كرس وقته من سنة من الآن حتى يومنا هذا بالتنقيب، وهو اليوم بمرحلة مناقشة رسالته بالماجستير باختصاصه اللي مارسه هو الآثار القديمة. نرحب بيه بالاستوديو ونقول لك أهلا وسهلا بك كرار. أهلا وسهلا بكم وحضراتكم، طبعا نشكر قناة أو تي في كذلك حضراتكم على هذه الاستضافة الجميلة. إن شاء الله احنا أيضا سعيدين بوجودك. احنا ريد فتكار تعريفي عنك وعن موضوع رسالتك وأطروحتك بالماجستير. طبعا أنا كرار الرازقي من محافظة المثنى، وحاليا طالب ماجستير في مرحلة البحثية في مدينة الموصل في جامعة الموصل. طبعا ضمن مؤسسين جمعية أورنينا في ألمانيا، وكذلك عملت بمجال التنقيبات في بعثات كثيرة منها المتحف البريطاني في مدينة قرصو، حاليا أكتب على الرسالة على هذا الموضوع، وكذلك اشتغلت في جامعة UCL في جامعة لندن، وجامعة هاندبرغ، وجامعة بولونيا الإيطالية. ما شاء الله. في مدينة نينوى يعني طبعا بالتنقيبات. حلو. انت المفروض تقول انا من الوركة. طبعا من وركة. انت لازم تحكي بس بالحضارة، ما تحكي بالاسماء الجديدة. هو الاثار هو عبارة عن قصة نحاول ان نعيشها ونستمتع بها، خاصة مجال التنقيبات والبحث العلمي.
دائما احنا بالمجال التنقيب يعني خاصه من تستخرج قطع اثريه تعيش هذا الانتماء لهذا التراب. انا اريد هسه تحكي لي انت يعني صراحه شيء مهم. نعم. يعني كل المنقبين والباحثين على هذه الاشياء يعني ذولا ناس مترجمين انه صح يترجمون اللي يشوفوه. نعم. احنا ما نعرف حتى الاشياء اللي نشوفها احنا ما نعرفها، انتم المترجمين لهذه الاشياء. اريد تعطيني وصف للقطع اللي دا تلقاها حاليا. طبعا احنا جميع القطع اللي نستخرجها يعني ممنوع علينا ان يعني نحكي بها المواضيع العلميه، لان اكو فد ناس مسؤول على هذا الموضوع. يعني بطرق ممنوع بطرق تحكي شنو؟ بطرق علميه يعني تحكيها. ما يصير تقول شنو بيها؟ ها لا شنو بيها؟ ايه؟ يعني نلقى مرات اشكال، يعني مرات كتابات مسماريه عباره عن الواء اختام فنيه يعني تنقل صوره او حياه العراقيين القدماء. اقدم شيء لقيته يعني شيء يعود لزمن لاقدم شيء يعني سومري ما اعرف انت وين. طبعا اقدم شيء لقيته يعني عباره عن تابلت بكتابات، ويعني فد ينقل صوره مهمه يعني بحضاره العراق وبيا زمن بزمن الاشوريين يعني. نعم. وطبعا بجنوب العراق طبعا تاريخ الجنوب يعني او السومريين اقدم من الاشوريين، فلقينا كثير من الاثار من هالاختام من هالحلي. يعني اقدم شيء لقيته عن عباره عن قلاده يعني عباره عن خرز وصدف موجوده يعني مطرزه بشكل جميل يعني بحيث يعني تعيش تشوف كيف كانت الامراه كانت تعيش من هذا الجمال والاشياء الجميله تلبسها، فتعيش قصه اخرى حاول تكتشفها يعني. حلو. فهو الاثار فشي يعني حلو تعيش مغامرتها يعني خاصه المواقع الاثريه. ايش قد عندنا اماكن ما منقبه وتحتاج للتنقيب والاهتمام بها؟ صراحه اخر دراسات حديثه حصلت 2014 كما اعتقد يعني تقريبا 14000 موقع اثري. 14000 موقع اثري. 14000 موقع اثري طبعا اذا تم استغلالها وحمايتها فينقل العراق نقله نوعيه بالموارد الاقتصاديه السياحيه العلميه خاصه مجال الاثار. فيعني كل ما نكتشف اكثر نحصل في شيء. شلون انتم شلون يعني شلون تختارون الموقع؟ شلون تلقون؟ طبعا اختيار الموقع هو اكو تقنيات موجوده حاليا وهي التقنيات الفضائيه، التقنيات الجيوفيزيائيه الجيولوجيه. فاكو طريقه كل الاثار يعتمدها. هي اول ما يعتمد عمليه الاختيار الموقع هو يعني ان يجي فد ملتقطات موجوده من الفخار الموجوده بالموقع ظاهره على السطح. وبعد نجري دراسات عن طريق القمار الصناعي يعني 20 سنه 30 سنه اكو اقمار صناعيه تسجل الصور لحد اخر 100 سنه يعني. فنشوف يعني التغيرات شنو صار يعني الموجود به، فنبدي اختيار الموقع حتى ان شاء الله نبلش به يعني هيك يعني. احنا عندنا مدن مدفونه تحت الارض. اوه طبعا مدن مو مدينه يعني. اي يعني قلت لك مدن. يعني قلت لك يعني 14000 مو فد شيء قليل. كل موقع هو عباره عن مدينه تؤرخ الى حضاره يعني. صحيح. زين خلينا نحكي شوي على الحلي اللي انت شفتها بعمليه التنقيب. مو لا اكو فد جانب كلش مهم يعني ما دام اكو حلي اكو ذوق واكو فن واكو طبعاً مستوى يعني وعي مختلف طبعاً لهذا لهذه الحقبه، وغير هذا اكو رفاهيه بالعيش. طبعا احنا يعني الانسان من يوصل مرحله الحلي هو المجتمع العراقي ترى المجتمع العراقي القديم هو مجتمع من المجتمعات المتطوره ومنها ظهرت اول الحضارات ومنها تعلم الكون الكتابه الفن خاصه تعرفون ان المراه اول امراه ظهرت بالكون وقادت الدوله هي عراقيه كانت وهي بنت سرجون الاكدي، فقادت الدولة وكانت تدير الجيش وإدارة الدولة وغيرها من الأمور. فنجي حلي أشكال يعني منها القلادات مرة يعني نجي فد من مثل الحلق موجود يعني أشكال بحجار كريمة وغيرها من المواد الموجودة
يعني فتشوف التقنية الموجودة يعني تقول احنا ما واصلت لنا حد الان يعني شون هاي مهمة يعني تشوف اكو حداثة كأنه يعني صراحة يعني احنا الاثاريين من بهرين الموضوع هذا يعني مرات احنا نجي مقتنيات يعني او اثار ننبهر بها شنو التقنية شنو الدقة في عملية الصيانة في عملية الصياغة الموجودة بالاحجار يعني فتشوف الاختام التي تصور يعني الحياة اليومية حياة الدينية فتشوف هي عبارة عن صغيرونة وهي ترسم لك حياة كاملة يعني شوف شنو الدقة الموجودة بها حلو هذا الموضوع يعني كلش داخل بهاي الاشياء هسه من دا هو طبعا العراقي دائما محب التاريخ احنا عندنا مشكله بالتسويق صح وهذا قاعد نشتغل على هذا الموضوع يعني خاصه العراق الى تاريخ مهم وحضاره مهمه شوف احنا نقارن حضارتنا مع حضارات الاخرى مثل المصريه احنا فرق 200 سنه قبل المصريين اكيد احنا اقدم يعني زين هاي ال 200 سنه يعني هي تعتبر طبعا بالاهل انتم جماعتكم يعتبروها قليله ال 200 سنه كرزات طبعا قليله يعني احنا ندام مفد رقم 200 سنه نعم بس يعني ما مدى نشوف الاهتمام مثل المصريين من يهتمون بالقطع العدهم بالاشياء العدهم شوف هو يحتاج الى الترويج الحضاره العراقيه تحتاج فقط الى الترويج وانشاء الطرق في المواقع الاثريه كيف الترويج هو يعني نقدر احنا طرق مهمة نقدر نروج لها كيف أصحاب المحتوى التاريخي والأثاري أو المغامرين نحن نشوفهم دول اليوتيوبر المشهورين في العالم زين. نقدر إحنا بطريقة بسيطة نسوي لها فيزا نكسبه نسوي لها فيزا مجانية ودخول إلى المواقع الأثرية بشكل مجاني بحيث هو ما راح يعني أغلب الدول المغامرين يحبون مواضيع ذات فيزا ودخول مجاني راح يشجع الدخول هذا المكان زين فيحاول ينقل صورة هاي اول نقطه يعني اذا كان اكو دوله جاده بترويج المواقع الاثريه الموضوع الثاني هو كثير من المنظمات حاليا والجمعيات بالعراق يعني نتمنى من الدوله ان تشجع المنظمات او الجمعيات ان انشاء الدورات والملتقيات في المواقع الاثريه حتى تكون احنا نحتاج تعزز من الانتماء بالموقع احنا نقول عليه الدليل السياحي نعم يكون اصلا هو مختص بالاثار حتى من صح يكون هو رفيق للسياح نعم من او الوفود السياحيه يعرف شنو يحكي التواريخ الشخصيات يشرح ويشرح بشكل يعني فاهم تفاصيله نعم. وغير هذا طبعا الوعي واختلاف اللغات او تنوعها هذا هم ايضا يوسع دائره السياح اللي ممكن تكون موجوده بالعراق احنا مو بس محتاجين لهذا الموضوع بالتسويق احنا محتاجين ايضا لمهرجانات نشاطات نعم تعكس فخامه التاريخ هذا يعني اليوم مصر احنا اذا نشوفها فهي يعني مثال كلش حي على الشيء اللي تسويه يعني تنقل آثار من مكان لمكان تسوي فد مهرجان عظيم يوصل لكل الوطن العربي الآثار العراقية الموجودة حاليا بالعراق هي ترى مو قليلة يعني يمكن إذا أنا أقول لك بالمليون قطعة أثرية فد قليل يعني موجودة وكل مدينة حاليا بيها متحف خاص بها وبيها مواقع أثرية فقط يحتاج لها للترويج مثل ما قالت المهرجانات كيف المهرجانات نقدر نحن نسوي في بداية كان زمن النظام السابق كان أكو مهرجانات مثل مهرجان الحضر مدينة الموصل كانت كانت الممثلين العالم كلها تحضر هذه المدينة على مود الاحتفالات والموسيقى والغناء وغيرها مهرجان بابل حاليا يمكن رجعنا العام السابق فعلوا الموضوع هو مهرجان بابل مدينة أور حاليا صار التسليط الضوء الإعلامي حاليا بها يعني يا ريت إذا حكومة كانت جادة بالموضوع تستغل هذا المورد الاقتصادي راح يغنينا مواضيع بس هسه الشباب عبالهم اكو يعني عبالهم مهرجان بابل أو أي مهرجان هو مجرد حفلات نعم ومجرد غناء وهذا يعني هذا الغناء أصلا شيء بسيط من المهرجان صح هو صح الهدف مو هذا الغناء الهدف نعم المهرجان ومعرفة الناس اللي جاية صح تتعرف على هذه الحضارة صحيح شنو تحمل شنو بيها أشياء مهمة كيف يعني بس عندي سؤال قبل لأن أنت قلت لي من الورقاء باعتبار نعم شنو مشكلة الورقاء اليوم
ليش متوقف بيها التنقيب متوقف بيها؟ الوركاء حاليا ما متوقف التنقيب لعد قبل اقل من 5 سنوات سوينا احتفاليه بعثة الالمانيه اي انا موجود بالاحتفاليه دوره 100 عام من التنقيبات وحاليا البعثات هم عافوا هم اصلا حتى مكائنهم القديمه موجوده الالمان لا موجودين حاليا البعثات بس ما دا ينقبون لا موجودين عندهم مواسم تنقيبيه خاصه مثل شلون يعني الصيف الحارس بعده الحارس إيه؟ الحارس ما اعرف يعني صار من عائلته شخص اخر يعني ما اعرف الموضوع يعني طلع اي طلع ما اعرف يعني بسبب المشاكل اللي صارت البعثه التنقيبيه موجوده حاليا قاعد تنقب باستمرار كل فتره موسم تنقيبات تتنقب قبل فتره 3 أشهر يعني كانوا موجودين واشتغلوا وطلعوا فد اكتشاف عظيم هو القارب اقدم قارب مستوى العراق يعني اكتشفوه هو يعني عباره عن 6 أمتار وعرض 3 فد اكبر قارب موجود بالعراق شو وقت راح تناقش رسالتك الماجستير كرار؟ والله حاليا ان شاء الله عن قريب العاجل ان شاء الله نحاول نناقش وننقل صوره الحضاره العراقيه وننقل خبراتنا من اشتغلناها بالتنقيبات الى الشباب والطلاب وان شاء الله نتمنى يعني نتمنى لك التوفيق بالمناقشه الله يسلمك شيء حلو يعني تناقش في شيء انتماء لبلدك وحاول تنقل صوره يعني وطبعا هالاكتشافات هي اكتشافات حديثه جديده يعني تعتبر اول اعلان رسمي لها يعني ما شاء الله عليك وانت الشيء اللي بدك تحكي مو قليل شكرا مهم جدا ونتمنى لك كل التوفيق الله يحفظك وان شاء الله يعني تحظى باشياء مهمه دائما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا نحاول ننقل صوره الحضارة العراقية وهي غايتنا يعني هي التوعية والمحافظة على آثار العراقية والاهتمام بها حتى تكون رمز كل عراقي موجود في العراق شكراً لك شكراً لك إذن مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقيكم باكر على نفس الموعد مع السلامة